بصبح عليكم، بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان. وخلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية ونبص على شوارع القاهرة وبعض المحافظات دلوقتي لما الناس بدأت تنزل. ونبدأ من القاهرة اللي الكثافات فيها بتبدأ تزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي هناك سيولة مرورية من المظلات وباتجاه وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية، أما كمان من أكتوبر أو من كوبري أكتوبر ومتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة ومكملة لحد غمرة. أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي هناك سيولة مرورية وفي كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. كمان ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين. هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو هنلاقي بعض الكثافات. دلوقتي هنروح لمحافظة الجيزة، ولو كانت البداية من 6 أكتوبر ناخد بالنا إن في غلق للطريق الواحات وعمل بعض التحويلات المرورية ومكملة معانا ومستمرة لحد 6 شهور. كمان اللي قادم من أكتوبر في غلق للطريق الدائري والاتجاه إجباري لمحور حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو، وفي سيولة مرورية للي قادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر المتجه لكوبري أكتوبر أو عفوا لمدينة السادس من أكتوبر في سيولة مرورية. أما قادم من أكتوبر لمحور 26 يوليو في غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل، وده بطريق اتجاه أو امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمايل اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديدا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر. وبيشهد كمان شارع ترسة بعض الكثافات المرورية، وده بسبب غلق شارع الهرم في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاي من الدائري المنيب ومتجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه يسلك محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. ولو رحنا شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. كمان بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية المتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. هنروح دلوقتي لمحافظة الأليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية بتستخدم الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان مفيش أي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار لو الطريق منطقة أو طريقك منطقة شرق القاهرة أو لو قادم من داخل المحافظة القادم من الزراعي. بتظهر كمان كثافات مرورية القادم الزراعي في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. وبيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات، وده لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر بالطريق لمنع أي ظهور للزحام المروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات بالطريق الزراعي أمام اللي قادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة وده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. انتظمت كمان حركة سير السيارات بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وده وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة معتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، هتبتدي كمان تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو وساعتها هنروح لطرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع.